السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. اليوم نناقش موضوعا حيويا يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة ودولة القانون، ألا وهو العدل المنفذ. هذا الموضوع يلامس حياتنا اليومية ويؤثر بشكل مباشر على حقوقنا ومصالحنا. سنتعرف على تعريف العدل المنفذ مهامه وعلاقته بالقضاء بمعناه الواسع، كما سنستعرض نشأته، الصعوبات التي يواجهها ودوره المحوري كمجسد للعدالة على أرض الواقع. يسعدنا أن نستضيف كل من السيد دمين والخطري، رئيسا سابقا لغرفة الموريتانية للعدول المنفذين. أهلا وسهلا بكم السيد دمين. نستضيف كذلك الأستاذ سيدي واللزام، رئيسا سابقا للغرفة وأمينها العام حاليا. أهلا وسهلا بكم أستاذ سيدي. نستضيف أيضا السيد توب يوسف، عدل منفذ وعضو المكتب التنفيذي للغرفة الموريتانية للعدول المنفذين. وسيلتحق بنا السيد سيدينا تقي الله بكر، رئيس الغرفة الموريتانية للعدول المنفذين. إذا بداية معكم السيد الدمين، نريد تعريفا دقيقا للعدل المنفذ والعمل الذي يقوم به أو المطلوب منه. شكرا لإتاحة هذه السانحة لأعرفكم بهذه المهنة حسب التعريف الذي ورد في القانون رقم 19/2024، معدل للقانون رقم 18/97، منشئ لمهنة العدول المنفذي في موريتانيا. العدل المنفذ هو مأمور عمومي وعون للقضاء يمارس مهنة حرة. هذا هو تعريف القانون للعدل المنفذ. عون للقضاء يمارس مهنة حرة. عون العدل المنفذ مأمور عمومي وعون للقضاء يمارس مهنة حرة. جيد. هذا هو تعريف القانون. ايش مقصود بمارس مهنة حرة هذيك؟ بمعنى أنه خاضع لأحكام القانون ولا يحظر عليه ممارسة مهنة عمومية أو خاصة، أو بمعنى أنه ليس موظفا عموميا أو خاصا، ولا يحق له أن يكون يتقاضى أجر، بمعنى أنه من محذورات. سنتعرف عقب تعريفه سنصل إلى ما هي المهن التي لا يمكن أن يمارسها العدل المنفذ. بمعنى أن العدل المنفذ لكي ولوج للمهنة لا بد أن تكون لا خالي. العدل المنفذ لا يمكنه أن يمارس مهنة عامة أو خاصة، ولا يمكن أن يمارس إلا مهنة العدل المنفذ التي هي مهنة حرة بنص القانون، بمعنى أن المهنة الحرة التي لا يكون فيها السلطان القانون هو السائد، محكوم بقانون ينشأ، معناه أنه لا يوجد مرؤوس. بس هنا مع تعريف ضيق أنه مأمور عمومي، يختلف عن الموثق وعن المحامي في مسألة، لأنه عنده ارتباط بالإدارة وهو كونه مأمورا عموميا وضابطا وزاريا. هذا يخص به عن باقي المهن الحرة. مهن الحرة كالمحاماة كالموثقين كالخبراء هو خاصه المشرع بفضل أنه يكون مأمور عمومي، بمعنى أنه للدولة أو الجهاز التنفيذي أن يسخره وهو خاضع لوصاية وزير العدل. أي مأمور عمومي خاضع لوصاية وزير العدل، هذه الوصاية يمارسها عليه وزير العدل في مهامه. ثانيا، لا يمكنه أن يقوم بمهنة خاصة أو عامة. لكي يكون مستقلا حرا في إرادته، مستقلا أحذر عليه المشرع أن يكون في مهنة عامة أو خاصة. عامة بمعنى للدولة أن يشغل ويكون موظفا تحت رقابة السلطة، وزارة الداخلية ووزارة العدل، تمارس عليه ما هو مأمور عمومي، لكن ضمن استقلال وحرية أتاح له المشرع هذه الحرية. بمعنى أنه أنت تعرفين أن الموظف خاضع للتراتبية الإدارية، في قطاع معين خاضع للترتيب، معناها يؤمر أن يفعل ويترك. طبعا هو ليس مأمور، ليس موظفا عموميا ولا موظفا خاصا، بمعنى أن بعض المؤسسات الدولة لا يمكن أن ينتمي لها لأنه يمارس مهنة حرة، وهذه المهنة الحرة هي التي
أدخلته في أنه فاعل قانوني أساسي. الدولة تنشد الوصول إلى الحكم العادل أو دولة القانون وهو فاعل. مادة 6 حددت اختصاصه. عنده اختصاص قبل القضاء واختصاص بعد القضاء. اختصاص قبل القضاء هو الإنذارات والتنبيهات والإشعارات والإبلاغات بكافة المعاينات والاحتجاجات. هذا قبل أن تلجأ للقضاء لا بد أن تلجأ في المادة التجارية والمدنية إلى العدل المنفي لكي يمكنك الولوج للقضاء. قبل هذا الإجراء لا بد أن هذا الإجراء أساسي لفتح أمامك المسطرة القضائية للولوج للقضاء. صحيح. بمعنى أنك بعد الإنذار وانتهاء مهلته ممكن أن ترفعي قضية أمام المحاكم التجارية والمدنية والإدارية. أستاذ دمين، إذا الآن نبقى مع هذا التقرير ثم نعود لمواصلة النقاش. العدل المنفذ، لربما طرق هذا الاسم مسامعك يوما في أروقة المحاكم، وقد يطرح البعض من خارج المجال المتعلق بالقانون سؤالا حول مهنة العدل المنفذ. إنه المشرف على تنفيذ الأحكام القضائية، ما يكسب مهنته أهمية جعلت الجهات المعنية تعمل طوال الفترات الماضية على الرفع من شأنها إيمانا بدولة القانون وتعزيزا للديمقراطية واستقلال القضاء حتى القيام بدوره من خلال تعزيز الكفاءات واكتساب المزيد من الخبرات. من الطبيعة القانونية لدراسة المحاضر إلى صعوبة تنفيذ الأحكام وتحقيق الضمانات حسب القانون، مرورا بالطبيعة القانونية لمكتب العدل المنفذ، فما الخطة المعتمدة لزيادة الوعي بأهمية العدل المنفذ؟ وما الإجراءات المتخذة لضمان قيام العدل المنفذ بعمله على الوجه المطلوب؟ إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نرحب بالأستاذ سجينة تقي الله أبكر، رئيس الغرفة الموريتانية للعدول المنفذين، الذي انضم إلينا الآن. أهلا وسهلا بكم أستاذ سجينة. مرحبا سيد الرئيس. نواصل معكم محورا كنا قد بدأناه مع الأستاذ دميم متعلق بتعريف العدل المنفذ والمهام المكلة إليه. ما هي المهام المكلة للعدل المنفذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بادئ أشكر التلفزة الموريتانية على الاستضافة. شكرا جزيلا. واهتمامها بهموم المواطن. العدل المنفذ تعريفه مأمور رسمي وعون للقضاء يمارس مهنة مستقلة ويتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد. هذا هو التعريف الوارد في المادة 2 من القانون رقم 019/2024. المهام الموكلة إليه بمقتضى المادة 13 من نفس القانون وكلت له تحرير الاحتجاجات والإبلاغات والإنذارات والتنابيه، تنفيذ الأحكام القضائية والإدارية وإجراء المعاينات والبيوعات القضائية. هذا نفس الاختصاص اللي أعطاته المادة 13 منها نفس القانون. إذن شكرا لكم. مرحبا بكم أستاذ السيدي والزام، طبعا الأمين العام للغرفة الموريتانية للعدول المنفذين. ما هو الدور أو كيف يمكنكم أن تصفوا لنا دور العدل المنفذ في العملية القضائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بدي شاكرين التلفزه على اللفت مفصول فيها. اهلا وسهلا بك. احنا خايم من اخيام القضاء وعلى مستوى الوعي القانوني هو ياس الناس قاع ما يعرف الواحدين فيه قاع ما يعرفوا. صحيح. اذا قدمنا الرسل يقول انتم ما انكم محامين، ما انكم كذا، العدل المنفذ ما فات الناس على تعرف. المهم العدل المنفذ اختصاصاته اللي قال لك الرؤساء. ونحن على كل حال عندنا نقري من 21 سنة نخدمه كمهنة حرة.
ورغم هذا 21 سنه وبدأ من العدل المنفذ يشتغل من 99 تقريبا نهايه 99 سبق ذاك ما كان خارج العدل المنفذ كان 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 خارج غير المحاكم كان تحت وصايه المحاكم كانت من اختصاص كتاب الضبط وكتاب الضبط الرئيسيين ولذا احنا قاع اصلا كنا ذيك المهنه الذكيه ودخلنا المهنه الحره عقب ذلك على كل حال العدول المنفذين هم نتان مجموعه من عوائل القضاء ودورهم حد القانون وعطفنا على سؤالكم احنا ما عندنا مثلا تبعيه مباشره لجهه معينه تحت وصايه وزاره العدل طبعا ونمارسوا مهامنا طبقا من رايكم موظفين في وزاره العدل لا 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 احنا ما لنا موظفين تابعين لوزاره العدل احنا عوان قضاء تابعين لوزاره العدل وصايه وزاره العدل وزاره العدل يترخص لنا يتعطينا رخص هذا هو معنى عنكم تقوموا بعمل حر مهنه حره مهنه حره يعني بترخيص من الوزاره وباشراف من الوزاره وقد طبعا وراد كامل ومدني القانون هو اللي يسير الامور كامله طبعا اذا قدرنا احنا تقاضات الوزاره عن ياسر الامور القانون فات عاد صريح بقدر الامور في الحدود مخطوطه لنا ما نتخطاها غير احنا دورنا الصقاع هو شنو هو احنا حلقه ان كنت ما يقدر حد يشوف لينا حد بعد الباب وقايس القضاء ما يقدر يشوف لنا يكون عاد قاصدها اللي احنا كيف قالك رئيس الدمين انه مدخل المسطره القضائي انت عليك من تعدي ترفع دعوه ما انك لا تقوم قايس المحكمه مباشره زين فيك تعدلي انذار للشخص الذي ترفع عليه الدعوه ولا تنبهيه تنبيه والله لا ما استدعى تنبيه والله انذار انك رانك لا اللي ما حل معك المشكله الفلانيه والله خلصك الدين الفلاني والله عدلك الازراء الفلاني ترى انت انه من حقك راك ترجع للقضاء وهذا يعدل عن طريق هذا لا بده يخلي نحن من تعدي تعدليه المال نحكم رسميا لكن ما اخذي يعني الصقع خالق الناس اللي راس صافي كامل لا يقول جلل نقرا القضاء يقيس القضاء مباشره وعقب بعد الاخير لا يرجع مولي المسطره يرجع نحن اللي احنا والمكلفين استدعاءات نبلغوهم لا احنا العرايض نبلغوهم لا احنا الاحكام نبلغوه كل شيء نبلغوه وحتى تنفيذ الاحكام اللي فات صدرت كاع هو المغزل عليه احنا والمنفذين. زين مرحبا بكم استاذ تشوب يوسف طبعا عضو الغرفه الموريتانيه وعضو المكتب التنفيذي لها للعدول المنفذين ما هي الاضافه التي يمكن للعدل المنفذ ان يضيفها للعمل القضائي ويسهل بها العمل القضائي في حضوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر قناه الموريتانية على هذه السانحه. اهلا وسهلا. و يعني ما نطيل عليك ندخل في الجواب مباشره والعدل المنفذ الإضافة اللي قد يضيف العمل القضائي عن جميع مراحل تقاضي تمر عن طريق العدل المنفذ كيف قال أحد الزملاء العملية القضائية تبدأ من الاستدعاءات والله الإنذارات لا تؤخذ عن طريق العدل المنفذ الجلسات لأن جل الاستدعاءات العدل المنفذ ولله يبلغهم الإجراءات الاستعجالية كاملة كيف الحجوز الحجز التحفظي والحجز لدى الغير جميع الحجوز جميع الاوامر اللي تصدر والقرارات اللي تصدر عن المحاكم العدل المنفذ واللي له يقوم بتنفيذها. زياده على ذلك ان تلحق مرحله الحكم وتنفيذ الاحكام العدل المنفذ هو اللي مستفيد من الحكم لا يقيس عدل المنفذ باختيار منه هو ويعود يقدم له اسناد مهمه ويقوم العدل المنفذ من خلال ذاك الاسناد بمباشره تنفيذ ذاك الحكم ولا ذاك القرار ولا ذاك الامر معناها على انه عمل العدل المنفذ هو ثمره القضاء جميع مراحل التقاضي جميع اللي لا يخلق لين تحصل الحصيله بعد المحامي وبعد الحكم لا يتقيس العدل المنفذ يعود هو اللي لا ينفذها معناها ثمره القضاء هو العدل المنفذ. شكرا جزيلا. اذا شكرا لكم استاذ تشوب. مره اخرى نرحب بكم استاذ السجينه. كيف تساهم جمعيتكم في دعم العدول المنفذين؟ جمعيتنا من نشاتها 2001 نشات ظل قانون 1897 ولا اشار ما اعطاها صلاحيات قانونيه معينه لا كان يمكن انشاء جمعيه تضم جميع العدول المنفذين كإطار جمعة ولجأنا للقانون 164 1964 هذا القانون اللي منشي الجمعيات عاد كجمعية من في الإطار المدني وبالتالي ظلت هاي الجمعية من نشأتها ومن تعاقب رؤسائها تتصدى لجميع المشاكل المطروحة للعدول المنفذين بالرغم من خلل
عدم وجود إطار قانوني يسمح لها بقدر من التنظيم داخلها هي بنفسها، لكن ظلت تتصدى للتشريعات المغايرة وكل ما يمس المهنة من ضرر، ومع ذلك عانت كثيرا من 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 عدم إعطائها من طرف وزارة العدل صبغة قانونية تتصدى لها، حتى إصدار القانون 19/2024. هذا القانون من منتوج ساهمت فيه إسهام كبير لمدة 3 سنوات ترزح تحته حتى تم إصداره، ولذا أعطاها هون أنقلها من جمعية إلى غرفة وطنية، إلى غرفتين، غرفة وطنية وغرفة جهوية للعدول المنفذين، وأعطاها كثير من الصلاحيات وشركها، وهذا عمل يذكر فيشكر لوزارة العدل لأنها طلعت على القوانين الأخرى، وما للجمع وما للغرف المختلطة في الدول الأخرى من أهمية، ولذا أشركتها في الأهمية، لكنها ما زالت معاقبة بسبب عدم إصدار بعض المراسيم، وخاصة المرسوم التنظيمي اللي نظمها هي من نفسه، ما إصدار وزارة العدل، لكن بعد عندها أمل بأنها صفحة ستنهض بالمهنة بشكل جيد. شكرا لكم مرة أخرى أستاذ دمين. كيف كانت تجربتكم كرئيس سابق للجمعية في مواجهة التحديات التي تواجه العدول المنفذين؟ التحديات كانت جمة، لأن أي مهنة في بدايتها من طبيعي أنها تواجه مشاكل صعبة، لا سيما في الإطار القانوني والبنية القانونية اللي تحكمها وتحكم الإجراءات اللي ناظمة للمهام المؤكلة لها. وبالتالي واجهنا مشاكل، منها أولا إعلاميا عدم التعريف بهذه المهنة، هذا من أبرز المشاكل. التعريف على مستوى الإدارة وعلى مستوى البلديات وعلى مستوى هياكل الدولة بصفة عامة، لأنها مهنة جديدة وهي مهنة أساسية في الدول، لأن الدول تهدف ولا تطمح إلى وجود دولة القانون، ودولة القانون ينشأ عن الحكم العادل، والحكم العادل هو اللي يفرض درجات التقاضي الحضورية فيه، بمعنى لا حد جاء السلعة وجاته عريضة للرد عليها، هذا هو الحكم العادل. كان هو جاء والله ما جاء، القانون لا يكرهه على أنه يجي، يغلي يعطيه يتيح له فرصة التقاضي بصفة عادلة، وهذا هو طموح أي دولة. والدولة الموريتانية لين حرت المهنة ودارت رغبة منها في وجود شفافية ومهن حرة في الدولة، لأن الفاعل الاقتصادي تحكم هو فاعل قانوني، ولا بد له من مهن حرة كالموثقين والمحامين والعدول المنفذين. غير العدل المنفي كي قلت لك تميز عن هذه المهن الحرة بأنه أكثر التماس مع السلطة التنفيذية، هو خاضع لإشراف السلطة التنفيذية وزارة العدل. ومن حيث الاكتتاب منطقة الاختصاص اللي يقولوا لها بالفرنسية لا شرج، من اختصاص وزير العدل، معناها اللي انت يخرج الاكتتاب تعد المسابقة، يقال لوزير العدل ذوك اللي نجحوا في المسابقة انه يديرهم فصالة نيرة والله حسب حاجة الدولة متطلبات الدولة، هذا الاختصاص يعود لوزير العدل وليس لحق الاعتراض فيه، يقر المسابقة حرة ينجح فيه. في فرق بين تنجحي في المسابقة وبين منطقة اختصاصك اللي تشتغلي فيه، منطقة اختصاص نقولوها العشر البليد اللي تشتغلي فيه، عند الدولة متطلبات وتعرف المناطق الملحة، عندنا القطاعات كاملين تفك تشير يخير في المهن الحرة، ما هم مثلا المحاماة ما تقول له أو دلها في العصابة ولا حريته في خارج فيهم هما والموثقين نوعا ما في الموثقين منطقة الاختصاص حدها وزير العدل. نرجع هذه المهنة أساسية، لأنك المستثمر الاقتصادي لابد له من يمارس إجراء تجاري أو شيء محكوم القانون التجاري. أستاذ دمين، من رأيك كان ما سألت عنكم أنتم قالكم مهنة حرة ولا تكتتبوا في الوزارة، كان هذا بالنسبة لكم أنتم زين عندكم زين عندنا بقى؟ أنت في السوق المهن حرة، فاعلين في السوق وفاعلين في الدولة، مثلا شركة أجنبية لا تقبل ذاك اللي تعرف أنه يستطيع
عنده إمكانياته القانونية والمهنية والنزاهة في اللي يقوم بالعمل. ما فرض عليها الدولة ما فرض عليها الدولة ولا قطاع خاص إنه يقبل لا زيد ولا عمر. زين. يقبل أفضل في السوق. وبالتالي هذا هو العدل الدولة تنشئ مهن حرة. ياك تعود منافسة شفافة وياك يعود الناس اللي لا يقوم بالأعمال مؤهلين لها. زين. واضحين شكرا لكم. أستاذ سيدي كيف تقيمون التنسيق بين العدول المنفذين وبقية الجهاز القضائي؟ شكرا. العدول المنفذين كيف قالوا زملاء كانت عندهم جمعية والحمد لله تحولت تطورت وعادت غرفة كسائر العالم. ويقول الغرفة اللي هذا غرفة وطنية حسب التنظيم وفي مغرف جهوية ينسد على التطورة. العدول المنفذين علاقاتهم بأعوان القضاء كاملين علاقات حسنة. قط الحمد لله رغم أننا ما لنا باخلين شيء من تنظيم المهنة ونحاول نديروها للسكة الصحيحة. ما قط بعد قام قبال شيء كبير. ما قط ولم حد ولم ذاكم تيم ولا قط قاس حد السجن عدل الرواية ما هي الله ولا مدى مسؤولة إلى حد الساعة. وهذا كان الفضل فيه المولانا والجهود اللي الزملاء خاصة العمداء منهم الكبار الجماعة الكبيرة اللي هي اللي ترأي كامل وتنصحوا وتوجهوا وظهر لي عنهم قابلين للنهوض بالمهمة اللي مكلة إليهم ومكلة إليهم مهمة تينة هم العدول المنفذين هذو كيف فتنقلنا لأن تم الله نكروها ما يقدر القضاء ما يقدر يصلح من دونهم راح يفهم جهات اللي قد تعود مضايقها الواحدين فيه والله ما هو قباله ما هي قباله ماشي معاه حتى والله هم غير بعد رقما عنها العالم كامل فارضها والوقت والحال اللي فارضها وبالتالي خارج الله المشير قدام ان شاء الله ربنا ما لا يخلو ما هو المشير قدام ان شاء الله ربنا استمرار في عمل ما قد يكون مش قاعد قدام في العالم لو خارج دول دول فاتوا حاولوا راجعوا اللورا بهم اللي عادوا يختاروا تسوي عندهم يلغوهم يلقاهم بهم اللي عادوا يحتسبوا انه قاعد خروج عن طاعه الاداره والله لأن اختيروه ترجع عليك الصيف احنا بعد ما نراجعنا لحبيك الدرجة نختيروا اللي انتم متقدمين وراجع عنهم اللي لا هي اللي يدور تخليق بها اللي هي اللي يالله تخليق وهي اللي نأملين تهابي أستاذ تشوف من رأيك كانكم في الغرفة الموريتانية للعدول القضائيين العدول المنفذين كان عندكم إحصائية بالعدول المنفذين كاملين اللي يشتغلوا في موريتانيا في المحاكم الموريتانية كانكم تنظمين في العمل تعرفوا كل واحد جديد دخل والله شكرا الغرفة الوطنية للعدول المنفذين تتكون من 22 عدل منفذ على عموم التراب الوطني هي مجموعة عدول المنفذين مجموعة عدول المنفذين اللي موجودين على عموم التراب الوطني ومتوزعين حسب كي قال لك الشارج اللي تفتح الوزارة على المستوى الوطني فيهم أربعة تقريبا أربعة في نواذيبو واحد في كيفا والبقية موجودة في نواكشوط شوف والولايات الاخرى الولايات الاخرين ما فاتوا عادوا فيهم ما فاتوا عادوا فيهم منفذين باللي هم ينفتحوا حسب الحاجه حسب الحركه الاقتصاديه للولايه قط فتحوا دي شارج قديما يقير عقبوا اهلهم واحد منهم توفى رحمه ان شاء الله واحدين عقبوا حولوا الشارع غرف اخرى بولايات اخرى وعلى العموم جميع الأعمال اللي يقوموا بها العدول المنفذين هم تحت رقابة وصاية الغرفة الوطنية العدول المنفذين ومسؤولين عن جميع التصرفات والأخطاء اللي يرتكبوها وفم القانون رقم 019-2024 القانون الجديد اللي منشئ للغرفة يرتب عقوبات على ذيك الأخطاء اللي قد يمارس قد باطي عدل عدل منفذ في طار عمله وفم عقوبات أخرى جزائية تتعلق بشخص العدل المنفذ كيف خيانة الأمانة وكيف الأمور اللي تعود جزائية يسأل عنها خارج عن إطار المهني والله. إذن أستاذ سيدينا ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه العدول المنفذين في موريتانيا؟ سألتي عن سؤال صعب والإجابة عليه تطلب قدر من الوقت لكن تكملة لما السؤال اللي وجهه للأستاذ يوسف العدل المنفذ يخضع للرقابة المباشرة لوكيل جمهورية ومن حيث الوصاية ووصاية المدعي العام لدى محكمة الاستئناف نظرا لخطورة ما يمارسه من عمل
باللي اخطر الاعمال هي اخذ اموال الناس واخذها واخذ منها الدين واعطاء الحق واعطاءه لصاحب الحق الذي يطلبه. هذه مساله لا بد لها من الاحاطه من نصوص قانونيه صريحه ولا بد من صاحبها من النزاهه ومن المعرفه الى اخره. معناها انه يتطلب أبهة قانونية تحكم العدل المنفذ. ما يواجه الحدود المنفذة الموريتاني يواجه كثير من الصعوبات في ماضيهم وفي حاضرهم. أولا داخل القطاع، القطاع نفسه غير مرحب، إن قال أن يقولوا المغاربة على أن العدل المنفذ يشغل مهنة محسودة، ولا أعرف معنى محسودة على ماذا، لأن مهلة القضاء من نفسه ما هو في حد ذاته هي مهنة صعبة والمجتمع صح. غير مرحب بها. العدل المنفذين في فرنسا كل وقت قائمة عليهم مظاهرة، لأن أخذ الحقوق من أصحاب اللدد وتسليمها لآخرين هذا هو أصعب شيء موجود. صح. وإحنا الموريتانيين مجتمع غير 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 مدني إلى حد الآن، ما زلنا نعيش في الطبيعة البدوية. وأصعب شيء باختصار شديد هو يواجهه عدم وجود عناوين، عدم تسجيل الممتلكات في إطار الإبلاغات، عدم الأخذ بالإبلاغ الإلكتروني اللي أشار له القانون ولم يصل له مراسيم. إحنا عندنا عدة قوانين تصدر وتبقى معطلة بمراسيم. أشار القانون المادة 59 و 58 على ما أعتقد 58 أعلن أعلن التبليغ الإلكتروني أنه معتبر يقير بتحتاج مقررا يفصل ذلك المقرر لم يصدر بعد. وبالتالي بقية عناوين غير معرفة، وحتى المؤسسات الشرائك والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي تكون ليس لها عناوين، وبالتالي يصعب الإبلاغ، وبالتالي والقضاء يفرض مبدأ الحضورية وإعلامه الشخصي، إعلامه بشكل قانوني، حضر أم لم يحضر لا يهم، لكن إذا حضر يصدر له الحكم أو القرار حضورية، وإذا لم يحضر وصله بطريقة قانونية يصل له شبهة حضورية، وإذا لم يصله يصل له غيابيا لا يهم. لكن القضاء عنده ما يسمى مبدأ الحضورية وإعلام الشخص المطالب بأنه مطالب بهذا الحق. إذا الصعوبات جمة وكثيرة، وأظن أنها ستمضي عدة سنوات لم تصل إلى الحد المطلوب ما دامت لم تنظم العناوين الموريتان والأملاك، ستظل امام العدل المنفذ جميع الصعوبات. اذا نواصل مع انا نختار هنا ما دمت تحت مني السانحه نعرف الناس والاداره على بعض الاختلالات الموجوده. تفضل. شوف، هي عمل التقاضي عندما يصدر لك حكم نهايه ويعود عندك سنه تنفيذي، احنا نقولوا سنه تنفيذي المصطلح القانوني نطلقوه على شكيفه الاحكام النهائيه، او اللي نقولوا له سنه تنفيذي، يقد يعود اداري، يقد يعود في الشغل، يقد يعود في الصلح، قد يعود في وثيقه صادره عن عدل موثق عقود. هذا هو اللي نطرقه لي مصطلح السنه التنفيذي حاصل على الشيء المقضي به. وبالتالي يدخل معك في عمليه. احنا عندنا مناخ من الحريات، وهون ابقى متحفظ على حريتي، بمعنى اني لست جزء من الاداره لكن كفاعل معاين لما يحدث. كفاعل معاين لما يحدث. قد عاينت مناخا من الحريه. هذا المناخ مؤطر بإطار تشريعي، معناها محكوم بإطار تشريعي. وبالتالي الدولة إطار قانوني خاضع للقانون طبعا، بمعنى أنه متقاضي بعض الأحيان، والبلديات والمؤسسات المستقلة يحكمها القانون، بمعنى هذا اللي نتخلق، بمعنى أن المستفيد من قرار إداري من وزارة الصحة، يعني نعطي قاعدة ندخل في الموضوع نقرب للمواطن، إذا كانت وزارة الصحة تبقي تقفل صيدلية هي تنشئ القراء تعدى القراء، يعني ما هي سلطة تنفيذية؟ ما تقدر تعود قاضي وحكم، القانون قال لها أن تعدى القراء وتعطيه العدل المنفذ، إذا عاد فهم خطأ من العدل المنفذ ويلا يعود عندها عدل منفذ، إذا عاد لاهي تسحب دواء لم يعد مصطلح، ما تجي في الليل وتسحبه، تعدى القرار بسحب باللي الدوله ارشيف مدونه مكتوبه، قراراتها مكتوبه زي ما واضح ويحكمها القانون. يا الله تقبل قرار وزير الصحه ويقبل قرار بسحب ذاك الدواء ويعطيه العدل المنفذ ويسحبه ويعود هو تسحبه.
سمعتي؟ واضح. أي موظف، أي متقاضي، سواء كان موظفا عموميا أو خاصا، عندما يتحصل لحكم أو يستفيد من سنة تنفيذي يرجع للعدل المنفذ. والجهاز الدولة بقطاعاتها الأربعة الثلاثة معرفة السلطة، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، هذه هدفها الوصول للحكم العادل كي قلت لك قبيله، بمعنى أنها تتيح لمواطنينها التقاضي بصفة شفافة، بمعنى أنه يلين يجي استدعاء يبلغ له عنده أجل مرتب للقانون، وبمعنى أنه عريضة قال حد أنه فيها دعوة لا يتوصل له يقرأ ويرد عليها، قال لا يتوصل له عن طريق أصحابه المهنة الحرة، ما هي عن طريق حد ثاني. البلديات لا تأتي تقبل رسم، تقبل قرار وتعطيه العدل المنفي، إياك تعود هي ما هي طرف وخصم. واضح واضح. سمعتي؟ هاي البلديات وهذا ما هو موجود. نحن نتاحت لنا فرصة تشريعاتنا تحن أن تطبيق القانون نوع من الحريات، غير ما قدينا نتيجة الحداثة الدولة، والله المواطنين حداثتهم بالدولة عدم ما خلات نستغل تشريعاتنا. وبالتالي نطالب هون ان كل ان الاداره اللي انت عندها قرار ترجع العدل المنفي. ايوه هذه اجراءات العدل المنفي تتمحور في ادارات الدوله، كيف تنقلوا مصلحه العقارات، خالد شي يقولوا له القانون ونطيروا قوانيننا، ينقال له المحافظ العقاري اي قرار قضائي يا الله يعود عنده ويدونه في سجل عنده ويشير عليه. مع الاسف لي سنتين ما موجود محافظ عقاري، وارجو ان يكون وزير الماليه صمت لنا. زين. قانون المالية، قانون الضرائب ينص مواده على ان لين تعود الضريبه اللي تنقبض ترجع العدل المنفي. نعم واضح. قانون الجمارك تعتقدين نقول لك المواد اللي ينصوا عليها؟ نعم. لا احنا نتكلم هون ياك نعرفوا يمين الحره منهم. نعم الفكره وصلت. الفكره وصلت. شكرا. طبعا وصلت. شكرا. يبقى يبقى بالتالي نختم لك انه علينا نحن كعدول منفيين مسؤوليات جسام، ويا الله نقوم بالإجراءات. احنا نقوله هون وزارة العدل، وما يا الله تقولي وزارة العدل يكون معها حافظ الخواتم. سمعتي باللي ما ينقالوا لا وزير العدل، ينقالوا وزير العدل وحافظ الخواتم. حافظ الخواتم دي مسألة الناس ناسيتها، انت ما تقدري اسم وزارة وتم تقبل منه جزء وتخلي جزء. حاول اي ختم يا الله خارج مصلحة وزارة العدل، يا الله يطلب حد يعود يعرفه الرسميات بعد منه. صحيح. فهمتي؟ وبالتالي اترك الزملاء. نعم اذا شكرا لكم. تفضل استاذ السيدي نواصل مع هذا المحور، ما هي اهم الصعوبات التي تواجه العدل المنفذ؟ ما هي شوي العدل المنفذ اول صعوبه يتقالها بعد كاع انه كي قلت بدايه حديثي المواطن العادي ما عاد قاعد يعرف هو قاعد يروح شنو. ولا فات لين عاد عنده روايه داخله في اختصاصه كيف ابلاغ له عدل زيد ولا عمر. وجاه أقول ما ولا يجبره بسهولة بهني كيف قالك الأستاذ العناوين ما هي وزارة الهي لطيف ما هي خالي معناها عن طرف الآخر من عملية التقاضي له يعود الوصول لمسألة صعبة لا بد لها بعد من باركور دي كومبات لا بد لها بعد من قدر من التفقريش ولا في التنين جبرت الشخص لا يتجبريه ما هو متمونة كبال وهي طبيعية باللي جاي تروي يقطع ما يموك عنده إما مطالبة إما إنذار إما استدعاء إما رواية كيف هيك احنا نتوقعون عارف عنا ما انك بالك بال مرحب بينا فينا اللي مهمتنا القيسي شوي كيف قالوا الزملاء كيف قالوا الزملاء مهمة تكبير الحقوق ومن من من الناس اللي ما هي لها وارجعها للناس اللي اصحاب الحق ما هو كل حد لها هي ما هو كل حد لها يتقبلوا وبالتالي نجبروا ياس من الصعوبات في العناوين ونجبروا ياس من الصعوبات في التعامل معانا ونجبروا ياس من الصعوبات حتى قاعد في دارات ادارات عيت الجي وقايس اداره رسميه عندك شيء تطرحي لها يقول لك حد من الناس العمال هذا اللي العمال الدنيين انا ما قد نقول ما تلين سولت مرؤوسي ولا اتصلت على مرؤوسي هذا ما هو يلا ما انت اللي نشوف نشوف راسيه رسميه عندنا راسيات رسميه عندنا طلبه رسميه نشوف رساله بلاغ رسمي جايك من جهه لا تعلق على زيد ولا على عمر اقبلوا ودخلوا عليك مسؤوليته راهو مسؤول يرفضوا والله يقبلوا غير كونك انت قاعد في العقبه يعود العدل المنفذ والله عون اللي معاه احنا رانا عندنا عوان عاطي من القانون صلاحيات التبليغ والله عون اللي معاه هو اللي يتوقف في حالك انت الدشر هنا عند تاغر هذا الحقيقه فيه قدر من قلت احترام لنا احنا وقلت احترام للنصوص لا يتواس وهذا خالي هذا ياسر راجل ان شاء الله انا هذا نوع من الحلقات اللي انت متكرر
يعودوا المسؤولين الكبار في الدولة المسؤولين عنها كامل يصنتوا له ويعملوا من أجل تسهيل النمى هم مثلنا. يعرف عنا احنا لا جزء من النظام ومن الدولة ومن الحال اللي هو ومهمتنا ما هي مهمة ما نحن هم اللي عدلينها عدلت الدولة بقوانين نظمة الدولة بقوانين وما شاء الناس كامل ما يقوم رجال يقول هذا قبيل ما يعدل فلان وفلان فلان ما هو اللي معدل شيء فلان جاءت رواية معدلها شيء معينة وقالت انها مطالبه التاجر والله الشركه والله ما هو كذا وكذا عليه انه يثبت العكس وتقول زين اذا واضح. تفضلوا استاذ تشوب نواصل مع ما هي اهم الصعوبات التي تواجهتكم انتم كعدول منفذين. شكرا. كيف قالوا لك الزملاء اهم صعوبات في النصوص تتعلق بالقانون الجديد اللي قانون 019/2024 في قدر من مراسيم تطبيقية ولافات صدرت حتى الآن وبالتالي تعتبر صعوبة باللي فما قانون بدون مراسيم تطبيقية بدون مراسيم مرسوم يتعلق بتعريفه مصاريف القضائية مرسوم مهم لدركات احنا نتعامل مع زبناء لا بطرق بدائية بالتوافق ما فهم شيء يضبطنا نتعامل بمرسوم قديم وفم مارك مش شار القانون على ان يلا عود فم مرسوم يحدد تعريفه اللي يلا يتعامل به العدل المنفذ وفم مرسوم اخر يتعلق بانشاء الغرفه الوطنيه للعدول المنفذين نظامها الداخلي وهذا مرسوم مهم بيدي وهو اللي يعطي للغرفه صلاحياتها بصفه مفصله فنظامها الاساسي والنظام الداخلي وتعود عاد تنشئ هيئاتها اللي منصوص عليهم في القانون كيف مكتبها التنفيذي وهيئاتها كاملة لا ينتشأ إلا بموجب المرسوم اللي ما فات إصدار معنى أعلن هذه المراسيم بالإضافة إلى مقررات القانون المنظم للعمل هذا في مراسيم تطبيقية ما فات ما فات هذه من أكبر الصعوبات اللي موجودة ثانية والصعوبات الأخرى كيف الصعوبات اللي ذكروا الزملاء في الممارسة اليومية على أنك تجي لأي جهة الناس قاع ما فات عالمة بالعدل المنفذ يعني مستعد للتعامل معه ما تعرفوا أحدين قاع ما زالوا يقيسوا المحاكم يتعاملوا يرقوا يتعاملوا مع كتاب ضبط الله يتعاملوا مع جهات أخرى ما هي العدل المنفذ المحاميين مباشرة يقيسون مباشرة ما يدخلوا في العملية في البداية مع العدل المنفذ وهي أي عملية قضائية لا تبدأ فيها أي دعوة يلا تعود مرة عن طريق عدل المنفذ، يسوى عن طريق إنذار، ولا عن طريق استدعاء، ولا تنبيه، ولا احتجاج، ولا أي شيء يسوى شنو. هذه من ضمن الصعوبات، وصعوبات كثيرة ما نقدر نحصروها على كل حال، اقتصروا على هذا القانون. أنا إضافة لما الزملاء لا يقع أقول لك المجتمع الموريتاني لكن حد كامل مثلا اللي هنا في حكم والله اللي يبلغوا اللي يعتبروا عدو. وبالتالي يعتبروا طرف. يعضت كيف المحامي يعتبر طرف المحامي لا عنده رسالة يؤديها هو بذل المساعي ولا مسؤول عن أي شيء كذلك العدل منفذ إذا كان بعد عدل منفذا محترما ويطبق القانون ليس طرفا قالوا العدل المنفذ يتكون من معادلتين اللي هي العدالة وتنفيذ ما نص به القانون هذا يعطوا يعرف العدل المنفذ وهذه مسألة مطروحة العدول المنفذين في حد ذاتهم هما لأنهم هم أطراف لا لكن اللي اعطاهم القانون هو اللي غير قاع اكبر مشاكل على انك من المشاكل باطن الله من ضمن المشاكل انك اذا نفذتي حكم اليوم والله نفذتيه 2001 يثار لقد ان شاء الله بشكايه قدام المدعي العام وقدام وكيل الجمهوريه وطالب لي تمشي بين هذا وذاك كانت ما هم قاع حمايه نهائيا انك اذا نفذتي حكم لي 20 سنه لا هي يجي قاضي جديد ذيك المحكمه ويعود عنده قرار وذاك اللي قط نفذ الحكم والله الصيله به من نوع ما اسوهي شنو لا يثير يشكي من العدل المنفذ ويظل العدل المنفذ في دوامه الردي عدل المنفذ اخبار ولا ما نفذ لي حكم لي نجبر صيفه اسوى شنو لا ينتقم منه ولا ينتقم منه وهذه مساله احنا عينا البعض منا هو العدل المنفذ اللي عاد عمله هو اللي دائما يكثر منه التشكي اذا واضح اذا كيف ترى تاثير العدل المنفذ على تحسين ثقه المواطنين في القضاء هذا سؤال مهم جدا سؤال مهم تأثير العدل المنفذ عندما يكون عدل منفذ محترم متصف الصفات القانونية والمعرفية والخلقية ويفهم ذيك الصفات شنو هي يلا الصفات يا الله عود له مستوى عالي مثلا وعلى أي أساس ينقبض يعود قال له عدل منفذ والله تبارك الله العدل المنفذ اشترط في القانون شروط على أنه
إما يعود عنده ماتريز القانون الله ليسانس ويعود إجراء عدم مسابقة ويعود تكون مدة سنة نظرية وسنة تطبيقية. هذا بالنسبة للقانون الجديد. بالنسبة للقانون القديم كانت فهم قسمت إلا لابد المسابقة ولا بد شهادة المتريس في الشريعة أو القانون أو ما يعادلها. لكن هذا ما هو اللي خلق العدول المنفذين. قالت المادة 45 من القانون الملقي القديم 1897 أعلن في الفترة الانتقالية مادة 45 ذكرت أنهم ينقبضوا من كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط الذين أمضوا 10 سنوات في خدمة بالنسبة لكتاب الضبط الرئيسيين و15 سنة بالنسبة لكتاب الضبط العاديين أو من عنده شهادة المتريس وأمضى 5 سنوات في العملية الفعلية في المحاكم. هذه العملية اختيار وضحاك شوي وخذ فيها قدر من الناس اللي كانت في القطاع أمثال هذا القدماء منهم أنا والدمين والسيدي مجموعة معانا. شخلق بعد هذا هذه الفترة الأخيرة في المأمورية العسرية الأخيرة اكتثبت قاعش من الناس ما عنده شهادات أقلبهم ما عنده شهادات ولا عنده قاع اختصاص ولا قطع مولي في المحاكم. فقدنا عمل المحاكم وفقدنا عمل وهذا من المسائل اللي أثرت على اللي قال له قطاع التنفيذ لأنه أضيفت له مجموعة لا تعرفه ليست من كتاب الضبط الرئيسيين أو كتاب الضبط الذين اشترط فيهم القانون وليست على المواصفات القانونية التي حددها القانون وبالتالي اكتتبوا من الشارعي أو ممن كانوا أعوان المحلفين وبالتالي هذا قاعد شكل خطر على العدول المنفذين الآن. نعم من يعرف منه القانون. نعم نواصل نواصل ونقطة المتعلقة بتأثير عمل العدل المنفذ على ثقة المواطن يرجع لتأثير يرجع للعدل المنفذ نفسه. العدل المنفذ أعماله مؤثرة بالنسبة لأصحاب الحقوق وتأثر إذا كانت إيجابيته تتأثر إيجابا وإذا كانت سلبة تتأثر سلبا وهو الحقيقة يحمل عبء ثقيل لأن كذا أخذت المال أخذت المال من المداني وأخذته بطريقة ما هي شريفة والله ما هي معتبرة تعودي أضريتي بالطرفين أضريتي بصاحب الحق وأضريتي بالمحكوم عليه وبالتالي هذه إشكالية تطلب من العدل المنفذ هو الورع والخوف من الله تبارك وتعالى والضمير الضمير الضمير والخوف من السلطة القانونية لأن قاع العالم الثالث لا يردعه إلا القانون العاملين في العمل الثالث لا يردعه إلا القانون وهذا يعرفه كثير من الباحثين. تفضلوا أستاذ دمين ما هي أهم التغيرات التي شهدتها من مهنة العدل المنفذ؟ أعتقد أن تجارب زميل يعني أن 21 سنة من الخدمة هذه الواحدة أنا شهدت لأنه دولة بصفة عامة هدفها والله اللي عايشنا منها هدفها هو حل المشاكل بين المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه الحق ذلك الذي يقره القضاء ويسلمه العدل المنفذ اللي هو عون القضاء وهذا هدف سامي للدولة سواء كانت إدارة أي متقاضي عنده الحق يسلمه وهذا هو السبب اللي انشات رؤية المهنة إياك ما ينقال الدولة عدت كذا ولا فهم نحكم لك بكذا والله عندك قرار كذا فهم جهة هي المسؤولة عن التنفيذ احنا أتحنا لك الأدوات تقبل بها حقا وانت يلا توصلك في الأدوات يلا تقبلها انت سمعتم وهذا هدف سامي أعتقد أنهم من إنشائهم خفوا المشاكل ووطئتهم من الدولة كان هذه المهنة كانت تقوم بها جهاز الدولة ومسؤولية المدنية تحملها الدولة وكان يقول الدولة ما هي عادلة والله دولة اليوم ما تتقل تنقال لأن اللي صدر له حكم خفف أعباء من الدولة باقي بعض الأجهزة كي قلت لك ما فاتت تتعامل مع الجهاز يا غير نعرف أنها لابد من تدرك الركب يوما ما وبالتالي أنا بعد نشيد بالإنجازات القانونية اللي خلقت وهذا المناخ اللي تراعي فيه يشمل المناخ السياسي يا الأحزاب عليكم تعرفون قرارات مثلا سحب ترخيص حزب أنا يبدك على كم سحب ترخيص حزب تعدل وزارة الداخلية وتعطي المنفذ هو اللي يسحب الترخيص سمعتي حتى المعاينات في الانتخابات يقوم بها العدل المنفذ سمعتي هذه يشمل نشاطات الدولة وجهاز الدولة المواطن كل شيء كامل يتعرض له القانون لا بد من العدل المنفذ وبالتالي العدل المنفذ مأمور عمومي وفاعل في حق القانون.
أستاذ السيدي، كيف يمكن تطوير برامج تدريبية فعالة لتحسين مهارات العدول المنفذين؟ لك بعد قاعد مطالب نحن أصلاً دائما لا نطلب عن الله يتم تخليق كيف ظاهركم بس يتصل من تخليق الإرادة من الجهات الوصية. هو احنا رايك مثلا كيف قال الأستاذ شوف احنا رايك ما عندنا ياسري عدول المنفذين هو تنمون احنا لا بين عزتنا حامل العالم وتو وما احنا ما عندنا لقاء خارجي صح دول جوار الأخلان فيهم الآلاف فيهم الآلاف غير صح احنا بينمون لظروفنا المالية والاقتصادية مثلا حتى الداخل قاع احنا نطلبوا انه يعدلوا يفتحوا يدي شر غير منين تمشي ان كونفير للانتيريور ما هو لا يجبر قاع سيف قاع قد يسلك به الزمن وراك ملي تعامل المحاكم مع كامل الاسف تعامل المحاكم مع زملائنا اللي منهم قاس الداخل احنا عندنا اللي قدر من تحفظات مين اللي لا يشوفهم قاع حد من العدول المنفذين عندهم هنا حره وفتح فم لا يتموا هم الشاكين ما طرش يتوه يتم واحد ذاك الواحد فيه واللي راجع حركام يحركون لا زملائنا الاخرين فهم وياك ما هو يلا حد وفكت البيده قررت وزاره العدل عنها مشاته عنده اختصاص يلا ينعطاله يلا المدعي العام يقبل دبوسه لا يخلي اختصاصه فين يقبل دونه يقول للكتاب الضبط ويقول لعوانه كاملين في المحاكم هذا عدل منفذ وعين هون في الولايه ويلا ينعطاله اختصاصه يسوى منين هو يلا واحنا بعد ما اختيروهم يتم يتكونوا ونحن ما احنا ما عندنا امكانيات احنا نكونوهم وراجع عن قطاع ان شاء الله نتعاونوا احنا ووالدي بالطريقه اللي نحصلوا لها. استاذ تشوف كيف يمكن زياده الوعي العام بدور العدل المنفذ؟ السؤال مهم. زياده الوعي العام عن طريق نوع من الحلقات شرح مهام العدل المنفذ واختصاصاته واجراء دورات تكوينيه للعدول المنفذين وبرامج تعود تواجه شرح المهنه ومهامها وبالتالي تعريف العدل المنفذ وهو اهم وسيله من اجل اعطاء صوره عن مهام العدل المنفذ وبالتالي زياده النوع من الحلقات وان شاء الله دار يعطي ان شاء الله نتيجه شاء الله ايجابيه بالتعريف بالعدل المنفذ ومهامه ان شاء الله تعالى. رئيس مندرا شنو هو الدور اللي لجمعيتكم والله الغرفه انها تقوم به من اجل تحسيس اكثر باهميه ودور الفعال للعدلي المنفذ من اجل سلاسه عمل؟ كي قال الزملاء العدل المنفذ الى حد الان ما بذل من 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 من, من برامج وما بذل من تحسيس ما زال ثمه نقص كبير خاصه لدى البعض الذي لم يدخل المحاكم للتقاضي. اذا كان سيدخل التقاضي من جديد ثمه عدم اطلاع على مهام العدل المنفذ عكس الناس اللي لها زمن في القضاء يا غير. مع ذلك الجمعية قامت ببرامج في الماضي بالتنسيق مع البرامج التنموية برج عشان قال ذاك المشروع مشروع دعم العدالة عدة أيام تحسيسية على كل احنا إن شاء الله مستقبلا هم نعدل مع وزارة العدل وبعض من الوسائل الإعلام اتصالات كثيفة من أجل إياك نحسوا بالمهنة به اللي تحتاج إلى تحسيس والتحسيس الآن تحسيس إعلامي لأن دور الإعلام هو الدور الريادي صحيح. في إطلاع المواطن على ما يتعرض له ما له من حقوق وما عليه من واجبات صحيح. وبالتالي بدون الإعلام ما يصح وبالتالي نخمه فإننا نعدل أيام تشاورية ما مع التلفزيون الوطنية وإما مع قنوات حرة من أجل إياك بالرغم أنك قطعت لنا عدة حلقات مع بعض من القنوات بما فيها القناه الوطنيه والقنوات الحره يا غير هذا كامل لا مازال دون المطلوب والسبب ولا لا عدم الاهتمام ماذا انت تقتنع وزاره العدل بانها تعدل ايام تشاوريه في المجال اللي هو والله تزيد الايام التشاوريه بالتالي تطلع الناس على ما لها من حقوق وما عليها من واجبات وما هو دور العدل المنفذ الذي يجب ان يقوم به. نعم اذا نختم بهذا المحور. ما هي المعايير التي يمكن وضعها لضمان الشفافيه في عملي والنزاهه في عمل العدل المنفذ؟ هذا سؤال من اصعب المسائل. دور العدل المنفذ شفافيته تتعلق بمسالتين. واحده
بالعنصر الشخصي بالعدل المنفذ نفسه. تكوينه هو الراس. تكوينه هو نفسه. يحس أولا أنه يعود مضبوط مستقيم مستقيم ويراعي حقوق الناس. هذا لين يختار وله كفاءة عالية. هذا لين يختار ذا النوع من الناس. لا شيء ثانيا ولا يخلو من الرقابة. لا يمكن للعدل المنفذ أن يكون يعمل بدون مراقبة. مراقبة من الجهاز القضائي ومن المجتمع ذات في حد ذاته. مثلا لا أعطيك مثال شديد، سأقوم ببيع كمية من أي مادة سوشن ولا يجوها مزايدين. هذو المزايدين اللي ما يعودوا طارحين بالهم كامل لا يقوم به العدل المنفذ من تصرفات وأخلاق، قد يكون متآمرا مع شخص آخر ويبيعه بأقل من الثمن. لا بد من مراقبته قضائيا، ولا بد من مراقبته أخلاقيا، مراقبة سلوكه وتصرفاته حتى يحمى مال صاحب الحق. أعتقد أن العدل المنفذ مراقبة أعماله هي سلامة الإجراءات اللي يقوم بها. هاي الإجراءات مضبوطة ضمن قانون إجرائي، وعندما يلتزم بالإجراءات يكون قد أدى مهنته. إذا كان بيع محكوم قواعد المزال، إذا كان إجراء التنفيذ معروفة مسبقا، سلامة واتباع الإجراءات بصفة شفافة هي الضمان لمهنة عادلة فاعلة وتعطي صورة صحيحة للعدل المنفذ. وبالتالي يا غير عندي مطلب هون، أن الحلقة العدد التلفزة أن نطالب منها حلقة نشيد بها وأساسية في تعريف العدل المنفذ. يا غير ندعو إدارة التلفزة إلى حلقة فيها الفاعلين مع المنفذين. المنفذين يعملوا ضمن إطار، هذا الإطار يعودوا حاضرين الفاعلين. كذا الضرائب تعود حاضرة، تعود حاضرة تجاه الشركات، ضباط الشرطة، لأن نحن نستغل على القوة العمومية. فهمتي؟ هذا يعطي تعريفة أكثر للعدل المنفذ. تفضل أستاذ سيدي. أنا قاعد بالنسبة لي العدل المنفذ هذا إلى عاد ما هو قاضي غريب مذهب، وبالتالي يا الله أول العدد قاعد ما يخاف من مولانا من الأول. هي مهنة قضائية ما هي سهل. عاد عارف جسامة سهل. هي الله يعرف عنه مؤتمن أمان امتين. هي الأولى. الثانية يا الله مولي يعرف عنه رواية ما يعرفها، ما قراها أصلا ولا تدرب عليها، ما تكون عليها يعترف ضعف وتوفيها الله قلت له ما يعرفها. ما يخسر شيء. يقير عنه يرصف في رواية ويتحمل فيها المسؤولية ويخبزها كاملة ويقوم يعطي من كل جهة ويعقب إذا كان ما حصل شيء. هذا لا ان شاء الله يعود على المنفذ. احنا بعد ذلك راجعين ان شاء الله. تفضل استاذ. كيف قالوا الزملاء الضوابط اللي تضمن عمل عدل المنفذ منصوصه عليها في القانون وقانون اجرائي قال الاخ الدمين. وبالاضافه الى ذلك فهم رقابه من طرف مفتشيه، رقابه دوريه تراقب، وفهم رقابه من طرف وكيل الجمهوريه للسجلات لتداول الاموال. وفهم عدل المنفذ يمسك سجلات، ذيك السجلات فيها جميع الأعمال اللي يقوم بها، وبالتالي مراقب هو من طرف السلطة الوصية اللي هو الادعاء العام وكيل الجمهورية والمدعي العام ومفتشي العام للقضاء. وفم تفتيش دوري يعدل مكاتب العدول المنفذين ياك يضمن سلامة الأعمال اللي يقوموا بها وتداول الأموال اللي عندهم. إذا وصلنا ختام الحلقة. أشكر الأستاذ سجينة تقي الله بكر رئيس الغرفة الموريتانية للعدول المنفذين. شكرا لكم. شكرا لكم الأستاذ دمين خطري رئيسا سابقا لغرفة العدول المنفذين. شكرا. شكرا لكم أستاذ سيجي ودزام رئيسا سابقا للغرفة وأمينها العام حاليا. شكرا لكم أستاذ تشوب يوسف عدل منفذ وعضو المكتب التنفيذي للغرفة الموريتانية للعدول المنفذين. إذا أشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء.